الصراع على الفوز بالكرة الذهبية يشتد بين الثلاثي المسلم الفرنسي كريم بنزيما والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح. قبل شهرين من الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في 12 من أغسطس القادم، الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية بعد بروزه بشكل خاص. مدريدية وتعادل وتعادل، جول بنزيما، جول بنزيما. 34 عاما، من أصول جزائرية، قاد ريال مدريد للتتويج بالبطولة الإسبانية والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسجل 47 هدفا وكان وراء صناعة 15 هدفا. بنزيما حقق أيضا السوبر الإسباني ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا. السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي 30 عاما، قدم موسما مميزا هو الأفضل في مسيرته، سجل خلاله 29 هدفا وصنع 5 أهداف، قاد منتخب بلاده للفوز لأول مرة في تاريخه بكأس أمم إفريقيا، ثم صعد بالسنغال للمرة الثالثة لكأس العالم. في إنجلترا حقق ماني لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه ليفربول. يأتي ساديو ماني ويضرب بكرة في غاية الروعة. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي 30 عاما. هو صلاح، رائع صلاح، أبدع صلاح، حتى صلاح عالمي 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 الولد المصري، الله. هو الآخر مرشح بقوة لنيل الكرة الذهبية رغم إخفاقه في الفوز بكأس إفريقيا ورابطة الأبطال الأوروبية، قدم موسما مميزا سجل خلاله 33 هدفا وصنع 19 هدفا آخر وتوج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز. صلاح على غرار ماني توج بلقبي الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، واحتل المرتبة الثانية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأنتم من ترشحون؟